إخواني أخواتي متتبعي قناة راعي الغنم بالأطلس المتوسط، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم من هذا المنبر. الإخوان كما تتشوفوا معنا الإخوان، احنا متواجدين في منطقة السهب، تبارك الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله على هذا التليجة، تبارك الله. تحياتي للمتتبعين، الناس اللي تفرجوا فينا أول مرة ما نساوش تفاعلوا معنا في القناة، خليوا لنا البصمة، اللهم يسر. فلوك ديال اليوم الاخوان كما تتشوفوا معنا، ان شاء الله راه لانه غادي نسوها نبطو على داروش. انا راه الحمد لله تليجة تليجة فوقيتو ما يتلام، وقت التلج هادي والله عطانا على قد نفع، الحمد لله والشكر لله. بالنسبة للاخوان غتشوفوا معنا ان شاء الله فاش غادي نخرجوا الغنم باش غادي نسوقوها. كاين الناس هنا مازالين، الله يكون في العون والله يدير الخير. التراكتور راهي هاديك، راه عاد وصلت، حنا طلعنا على رجلينا الصباح. هاد الغنمة هادي راه خارجة يعني غير تتشمش شوية وتطلق رجيلاتها، يعني راه ما كاين ما يتكل في الأرض. كما تشوفوا الأرض راه مغطية تلج، اللهم يسر. التراكتور راه حطات شي عرف تمايا وغادي تجي لهنا ان شاء الله باش غادي نسرجيو الفراوات ونسرجيو الرحيل ديالنا وغادي نمشيو. الغنم راه غادي نسوقوها، ما غاديش تسرجها في الكاميو، غادي تساق، خاصها بعد واحد النهار ونسو لها يومين ديال الطريق باش توصل. يعني هنايا بالنسبة للبيكوب ما غاديش تدخل، ضروري تراكتور دوبو ولا تبارك الله عليكم. تحياتي لكم الناس اللي تفرجوا فينا، خليو لنا البصمه ديالكم الاخوان. الناس اللي تتفرج فينا اول مره ما تنساش تفعل في القناه باش ان شاء الله ديما يوصلها الجديد، اللهم يسر اللهم يسر. بالنسبه لهادشي هنا راه تيبقى، بالنسبه لهادي الكورير غادي يبقى ماشي مشكل. بالنسبه نتوما تشوفوا تقريبا كاين هنا شي 30 سنتيم اللي كاينه في هاد البلاصه هنا. وفقني يا عم.
هنا الاخوان بعد ما وصلنا الرحيل وصلنا لنويل فاداروش، حنا راجعين في الطريق. الغنم مازال شاده الطريق، تقريبا هادي راه شي 9 ديال الليل، والحمد لله راه الغنم وصلت بخير وعلى خير. والله يدير الخير، تحياتي لكم من هذا المنبر هذا. السلام عليكم، الله يسهل الامور.